المحاضرات، انه يعني الدول كلها توجهت انه تبني مراكز رعاية صحية اولية لانه بتخفف عليها النفقات وفرص اختصاص طب الاسرة مشان انه يعالج الحالات البسيطة، وقلنا هو بيوفر على الدول كتير كتير، يعني 15% من الحالات فقط هي التي تصل الى المراكز السنوية. هذا الكلام يعني هون بهذا المكان هو للاطلاع، لأنه احنا حكينا عنه في المحاضرتين الأولى والثانية. مبادئ الوقاية السريرية، طبعا يعني احنا حكينا شو السبب، شو ممكن مثلا نصير، ما طبعا ما مطلوب، طبعا قلنا المستدعي إلى إنه قصد الطب المستدعي بالدليل إنه هذا الأمر بينزل من كلفة العلاج، الأمر يعني بسيط، وأخذنا قلنا لكم بأول محاضرتين. بالنسبة للعقبات التي تواجه الأطباء أثناء تقديم خدمات صحية وقائية شاملة، تواجه كل الأطباء بكل الاختصاصات. طبعا مهم يعني إنه إحنا عندنا مثلا أعباء مشاهدة عدد كبير من المرضى، مثل ما بتعرفوا المراجعين بيكونوا كثيرين، نقص مرض صادق للناس بشكل للأسف. يعني هذا ما بدأ، هاي كلها الاطلاع. كمل كابتن. بالنسبة راح ناخذ هون عدة أبحاث يعني بعدة عناوين، طبعا أنا طلعت عليهم مهمات يعني من ناحية كفكرة، أما بالنسبة للرقم ما كتير مهم، بس إنه نعرف مثلا على سبيل المثال إمتى نتحرى اليرقان، إمتى نتحرى مثلا الكوليسترول عند الأطفال، إمتى نتحرى الضغط، هذا الأمر مهم. يعني مشان الفحص الروتيني والفحص الدوري للأطفال، عرفت شلون؟ طبعا هذا كان في بلاد متحضرة اللي عندها عدد أطفال قليل، ما بدها تخسر ولا طفل ولا شيء، في مناطق الأمور غير تقريبا. بالنسبة لهاي الأمور طبعا طلعوا عليها، الأمور بسيطة ما فيها شيء يعني صعب، ما بده شرح، ما في شيء بده شرح. بالنسبة لإجراءات الوقاية عند الأطفال، قصة سريرية طبعا، الفحص السريري تعلمتوه بباقي الاختصاصات. اختبارات المساحة، هلا هون شغلة مهمة، هاي مهمة طبعا، إنه إيمتى نتحرر الأمراض، عرفتوا كيف؟ يعني أنت اليوم كطبيب تخرجت وسئلت من قبل الناس أنه أنا إيمتى تتحرر مثلا السمع عند الأطفال، إيمتى باخذ قياس النمو عند الأطفال مثلا، عرفت شلون؟ فالنمو لازم نعرف إنه إحنا بناخذ طبعا النمو يقاس في قياس طول الوليد ومحيط الرأس، وهذا الشيء مهم طبعا، والوزن طبعا بينقاس مثل ما كاتبين من سنتين لأربع أسابيع، وبيتابع بعمر 2 4 6 9 12، يعني بقوسين بعدين يعني أول سنة تقريبا كل شهرين، ثاني سنة كل 3 شهور، ما في مشكلة. نحن لازم نعرف شغلة إنه بالنسبة هاي الحالات البيانية اللي بيسجلوا لنا إياها الأطفال المختصين، كل شيء فوق 95 وتحت 5% هذا يعتبر شاذ، النسبة الحقيقية والطبيعية لازم تكون بين 5 إلى 95%. طبعا مسمى الضغط والدم، مسمى المتحرى، بقول لك أول شيء نبدأ بالعمر الثالثي. أحب أقول يا أخي مستحيل يصير بالأطفال ضغط، نعم مستحيل، ولكن مثلا مثل داء النفروز على سبيل المثال يصير عنده ضغط، وقد يكون هو العلامة الأولى المبكرة لداء النفروز، تمام؟ فهذا الأمر بده يعني ضبط عند الجميع، يعني مثلا هذا في يعني الأمور المسحية، يعني نحن عندنا أطفال مدارس مثلا، وبكرة بجوز واحد منكم ياخذ رسالة تخرجه في هالأمر هذا، ماشي؟ مثلا السمع على سبيل المثال، مثلا إمتى نتحرى السمع؟ بقول لك عند مولودين حديثا، نحن حكينا بالبث الصوتي الأذني. وبعدين مثلا كل ما كبر أكثر ممكن جذع دماغ سمعي، وبعدين لما بيصير مثلا عمر 12-13 سنة تخطيط السمع بالنغم الصافي، هذا باختبارات المسح السمعية. بعده بعد الصفحة اللي بعدها، تمام. البصر بشكل عام بيتم الفحص الشبكي بالشهر السادس، منعكسات بالشهر السادس طبعا حكينا عنها، ما وصل الأوقات يا أخي رجع. حكيم العفو، بس النت قطش عندي شوي، بس وين بدك حط؟ آسف.
ايه تمام. هلا احنا مثلا بدك ترجع كمان شوي. أرجع تمام هون. ايه لا ما وصلنا اضطراب الشحوم كمان. ايه بس بكفي يا اخي. بالنسبة لل احنا حكينا ايه مثلا مثل فقر الدم على سبيل المثال، ايه هون بكفي متحرر بعمر 9 إلى 12 شهر، بيقول لك مخازن حديد تنتهي بالشهر مثلا التاسع، مخازن الفوليك تنتهي بالشهر الرابع، فدائما متابع الهيماتوكريت أو الهيموغلوبين بهذا الوقت. تمام. بالنسبة لفقر الدم مثلا مهما بالنسبة بس ما بيرضعوا من أمهم بعمر 6 أشهر ممكن نعمل لهم تحري قضب. ثم ما قلنا هاي الأمور مسحية، بس من أمراض التوحد ماكم مطالبين في هذا لأنه الموضوع اختصاصي بحت. بالنسبة للسل بس بنتحرى جماعة الخطورة العالي اللي عنده مثلا مصاب بالسل. تمام. حرك يا أخي حرك لتحت. نعم حكينا في المحاضرة السابقة بالنسبة للتسمم بالرصاص قلنا كل هذا أمر مهم طبعا حصرا لمرضى الخطورة العالي من حد الرصاص، وإذا بلش يظهر عليهم أعراض. تمام. اضطرابات الشحوم عادة ما بنشوفها قبل 12 سنة، بس في حالات خاصة وجماعات ال يعني الخطورة العالي مثلا ممكن تحرها بعمر 3 سنوات أو 6 سنوات. كمان نزل طيب هلا بنوصل لجوهر المحاضرة اليوم، هو التمنيع باللقاحات وأنواع اللقاحات اللي بتنعطى في برامج اللقاح العالمي. طبعا نحن في سوريا ضمن نظام البرنامج اللقاح العالمي تبع الأمم المتحدة WHO مدروس تماما ومطبق في كل الدول، ونحن واحدة من هالدول. طبعا التمنيع باللقاحات الحقيقة أحدث فرق بكل الأمراض، وهذا شيء كثير مهم يا جماعة. ما تنجروا وراء الشائعات إن والله اللقاحات هاي مصنعة غربيا لتقضي علينا وهالحكاية هاي، يعني رجاء هذا القناعات هاي بلاها تماما. التهاب الكبد بي ما في شك معظم الطبيين تلقوا التهاب الكبد بي بل واجب عليهم. مرضى الخطورة العالية بيتلقوا لقاح التهاب الكبد بي طبعا كأطباء حصرا بدكم تلقوا إجراءات اللقاح. يفضل مثلا اليوم سنة خامسة تاخذوهن الآن، سنة سادسة تاخذوهن. ما تدخلوا سنة أولى اختصاص إلا يكونكم أخذين 3 جرعات لقاح. ليش؟ عشان ما تنصابوا فيه. التهاب الكبد بي نسبة خطورته عالية، نسبة توطنه في سوريا عالية 20%. طبعا بشكله الخامل نصف وبشكله الفعال نصف، يعني 10% خامل 10% فعال. أكثر ما ينتقل التهاب الكبد بي كمعلومات سريرية يعني عند أطباء الأسنان. للأسف 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 يعني من قلة التعقيم. هلا بالنسبة لالتهاب الكبد بي بالنسبة للقاحات رح نعطيكم جدول اللقاحات ايمتى بتلقى الطفل التهاب كبد بي، بس طبعا لازم يتلقاه من الايام الاولى للولادة وفق جدول اللقاحات اللي عندنا، وكذلك السل. تمام. ومثل ما قلنا المواليد لامهات مصابات مباشرة بينعطوا لقاح في الساعات الاولى للولادة، هذول بيكونوا يعني مشان يبنوا مناعة وما ينصابوا بالتهاب الكبد بي. بالنسبة لفيروس الروتا للاطلاع ماكم طالبين فيه بعده. الدفتيريا والقزاز السعال الديكي أو ما يعرف بالدي تي بي لقاح بيأخذه كل الأطفال، وما يعرف لقاح ثلاثي صار رباعي بعمر 3 أشهر 4 أشهر 5 أشهر، مشان وجرعة داعمة طبعا بعمر 18 شهرا. هاي الجرعة الداعمة بتكون غالبا عم بيضيفوا له شيء للأطفال فبصير اسمه يعني رباعي وخماسي مع السودانيات. هاي كله مفرد له جدول بتكون تحفظوا الجدول قولا واحدا مشان تطلعوا فيه بالنتيجة. يعني لقاح ال MMR ضروري نعرف انه هو لقاح حي مضاعف، اما ذاك لقاح مقتول. دي تي بي لقاح مقتول، ام ار لقاح حي مضاعف. تمام.
معروف بينعطى بعمر السنة والسنة ونص، تمام. عادة يعطى معه فيتامين آ، بس للأسف غير موجود هلا. فيروس شلل الأطفال طبعا أحدث ثورة، وقفنا هون يعني وقف طويل شوي، أحدث ثورة لقاح شلل الأطفال يا جماعة. بزماني لما كنت أنا كنا نشوف، يعني أنا كنت مثلا عمري 5 سنوات 6 سنوات، بشوف كثير أطفال مشلولين عمر 15 سنة و20 سنة للأسف ما تلقوا اللقاحات، وما كانت لقاحات فعالة في هذاك الزمان. ففيروس الأطفال انقضى عليه تماما نتيجة اللقاحات المتكررة، ويعني وقضوا عليه تماما أمراض شلل الأطفال. نادرا جدا ما نشوف طفل مصاب بشلل الأطفال، طبعا هذا حصرمه وأخذ لقاح كمان. طبعا الجرعة الأولى بالأشهر الأولى للوليد، بعدين لقاح فموي مضاعف، هاي الحملات اللي بتشوفوها تطلع على المنازل. طبعا أنا أعرف إنه الفموي حي مضاعف والعضلة مقتول. طبعا واحد بيقول لي إيش الفرق بيناتهم؟ ليش ما بيصنعوا كليات المقتولات؟ الحي المضاعف بيعطي مناعة أكثر ثباتا، يعني أكثر تشابها مع الفيروس الحقيقي، أما المقتول صحيح ما له أعراض جانبية، ولكن المناعة اللي بتجي منه دائما أقل من الحي المضاعف، تمام. اللي بعده جدري الماء أو الحماق، طبعا ما في شك يعني لقوله لقاح وفعال وصوص المرض، إلا بقان بإصابة عابرة، يعني الحماق كان له كثير مضاعفات، هلا ما عاد شفناها أبدا، صرنا نشوف كمرض عادي ما في مشكلة. الإنفلونزا طبعا الإنفلونزا مثل الكورونا، قلنا في لقاحات تنعطى لجماعة الخطورة العالية، المرضى الربو مثل مثلا أمراض القلب، يعني بصيبوا الإنفلونزا ولكن تجي ضعيفة، مثل لقاح الكورونا. وظيفة لقاح الكورونا كما قلنا تخفيف المرض. مستدميات النزيف قلنا نضاف للقاح الثلاثي صار رباعي وخماسي، بنعطى بنفس الوقت شهر ثالث رابع خامس، في جدول له هناك الأحوال رح تحفظوه. موضوع المكورات الرئوية ما هو روتيني، يعني صار ينعطى كمان للناس اللي عندهم خطورة عالية مثل مرض خلايا المنجلي، أو عنده مثلا زرع حلزون، أو العدوى مثلا بالإيدز. مرض الكرة الرئوية طبعا هو مرض أطفال سويين مناعة ما بيعانوا منه أبدا. التهاب الكبد إيه، يعني عاد نحن في بلادنا ما في عندنا لقاح التهاب الكبد، يعني عادة بيصيب معظم الأطفال والشفاء، يعني عفوي في معظم الحالات، معظم الحالات، يعني بقول لك نسبة خطورة 1 على 100 ألف، وهي نسبة عالية جدا طبعا، عفوا نسبة يعني كتير منخفضة. بالنسبة لموانع اللقاحات، المرض أهم شيء لازم نعرفه بموانع اللقاحات، المرض الخفيف، يعني كثير بيجوا بيسألونا مثلا طفل مرضان مرشح مقرب شغلة بسيطة معلش ياخذ لقاح، بيمنع اللقاح والمرض المعتدل والشديد، هاي شغلة مهمة. أو إذا تحسس الطفل على اللقاح هذا شيء ثاني طبعا، والتحسس عادة بيكون يعني غير موجود، يعني مثلا خلينا نقول إنه بتحسس على العناصر السواغ، نحن نسميها بالعلم الأدوية سواغ اللقاح، يعني مثل البيض مثل البروتين أشياء اللي هاي، تمام. من أرجع منأكد المرض الخفيف مو سبب لواحد ما ياخذ لقاح، تمام. بعد بعده أخ إسماعيل، تمام. هذا جدول اللقاحات المعمول فيه بالدبليو اتش او، مطلوب منكم تحفظوه وبشكل دقيق جدا جدا، طبعا جدول هام جدا جدا طبعا، لأنه يعني بيحطك بصورة اللقاحات التي تعطى للأفراد. لكن اللي بيشتغل منكم بموضوع اللقاحات كذا أكيد حفظانه عن ظهر قلب، لأنه هذا شيء كتير مهم. اللي بعده هلق الإرشاد والمشورات، طبعا ما في شك إنه هذا أهم شيء بيقوم فيه عمل طبيب الأسرة، إنه كونه طبيب للأسرة بيعمل زيارات منزلية، ويعني بيطلع على الأفراد جميعهم من الكبير للصغير، ووضع العائلة ووضع النفسي للمريض، يعني له كتير فوائد. أمر ما نكون مطالبين بحفظ يعني، لكن الاطلاع عليهم فقط. بعده البالغين، من هم البالغين؟ هم اللي عمرهم فوق 21 سنة،
أشيع سبب للأمراض ما في شك يعني الأمراض القلب والأوعية الدموية، وطبعا يتضمن سي في آر تبعية الدماغ والسي في دي تبعية القلب. نسب الوفيات عالية جدا طبعا فيهن، ومهم طبعا شو نسبة الوفيات، يعني نسبة الوفيات إنه الواحد أكثر شيء بيموت فيهن، سو الموت موت يعني، بس أكثر شيء بيموت في أمراض القلب والأوعية في الغرب. هذا الكلام نعم. اللي بعده نعم، هلا نحن نقول اللقاحات طبعا هذا مكرر عن الجدول السابق. كمل تحت. حفظ المجموعات عالية الخطورة، لا رجعنا المجموعات عالية الخطورة مثلا، هاي المجموعات عالية الخطورة بدنا نحفظها طبعا عشان تعرفوا من هم المجموعات عالية الخطورة اللي ما بنحكي. يعني هذول كنت تعرفوهم مثلا داء المكورات، مثلا نلقحهم بالمكورات الرئوية، حكينا عنها مكورات صحية، التهاب كبد آ، التهاب كبد بي. عندنا بسوريا التهاب كبد آ روتيني، يعني ما في حدا تقريبا بوصل لعمر 6 سنوات 7 سنوات إلا بيكون أخذ عدوى ومشحاض، يعني عدوى بيكون عادة بسيطة كمان. اختبارات المسح ضروري ناخذ فكرة عنها. الحفظ مو بالسنة بالضبط، لا الحفظ هيك يعني بشكل عام. بعده هلا بالنسبة لمسح الأمراض عندنا، يعني أكثر شيء مهم هو مسح الأمراض القلبية والإكليلية واضطرابات الشحوم. جميع الرجال بعمر 35 والنساء في سن 45 لازم يجوا ياخذوا استشارات طبيب الأسرة أو طبيب الطب الوقائي مشان هاي الأمراض، نسبة الأمراض القلبية الإكليلية. طبعا نحن نعرف كلمة إكلي تعني الشرايين الإكليلية تبعت القلب. عادة الفحص كل 5 سنوات على الأقل، طبعا عادة 3 سنوات يعني. اختبارات الشحوم حصرا صيام 12 ل 14 ساعة، وفي منهم بيقولوا 18 ساعة عشان تطلع نتائج جديدة للكوليسترول والشحوم الثلاثي. فرط شحوم الدم هو أشيع السبب بسبب تصلب الشرايين، وأهم الشرايين بتتصلب هي الأوعية الإكليلية تبعية القلب. طبعا بس بنلاقي ارتفاع الشحوم وكل المريض خفف تناول دهون خاصة السمن. السمن لأنه هو اسمه العلمي دهون مشبعة، يعني هي عبارة عن زيوت هدرجت فأصبحت جامدة، يسمى السمن، فهي أخطر شيء على القلب والأوعية عادة. نصف السبب، هذا أنا قرأت دراسي مرة، نصف أسباب نصف يعني 50% من أمراض القلب والأوعية سببها التدخين 50%، وال50% الباقي كل الشغلات ضغط سكر شحوم كلياتنا هدول 50%، 50% التدخين سموكينج. بعد سرطان القولون المستقيم للأسف، يعني أنا أذكر أحد أصدقائي طبيب جراحة عامة، يعني هذا ضمن اختصاصه تماما، كان صاحبه سرطان قولون ومستهتر في حاله، يعني يقول لك على أبو إمساك صار معي شغلي فاضي، يداوي حاله بشغلات بسيطة لحتى للأسف الورم استفحل وانتقل للعقد المساريخي. لما الأمر يعني خرج عن سيطرة راح عمل إيكو لبطنه عند طبيب أشعة طلع معه سرطان قولون، اضطروا يقطعوا القولون وللأسف كان منتشر وتوفى الله يرحمه ويحسنه. اي والله، والرجل يعني تصور طبيب جراحة عامة يعني صابه ورم قولون وهو مفكر انه شغلة امساك واضطرابات معوية وشغلات بسيطة. مهم سرطان القولون، عم نشوف تزايد في نسبة انتشار السرطانات في المناطق هاي. طبعا السبب الأول والأخير مو مثل ما يروج السموم من الطائرات والقصف، لا السبب الأول هو عوادم السيارات الرصاص اللي عم نشوفه، والحالة النفسية، الحالة النفسية للإنسان بس ضعفت تكثر الأورام والأمراض اللي لها علاقة بالمناعة الخلوية. تمام يا جماعة.
سرطان كولون طبعا، هذا بحث مهم طبعا، القصة العائلية مهمة فيه، لذلك يوصان وتنظير الكولون للجماعات فئات ذات الخطورة العالية، وتحرر الدم الخفيف بالبراز كل فترة. بعد سرطانات الرئة كمان، والله في عندي صديق توفى مرض سرطان الرئة، صغير الخلايا، فهو يعد من أكثر الأمراض خو يعني أكثر الأمراض فتكا في الإنسان، نسبة البقية فيه لمدة 6 أشهر لا تتعدى 20%، فهو مرض شديد خاصة سرطان صغير الخلايا، عادة بيصيب الأعمار 55 لـ80 سنة، واللي عنده سجل تدخين طبعا كثير للأسف فبتحرض عندهم سرطان. تفضل بعد. سرطان الجلد المحرض له أكثر شيء تعرض لأشعة فقدان الثدي، هدول بيروحوا على الشواطئ بيستجموا بيعملوا لونهم برونزي، هدول أكثر شيء بيصيبهم سرطان جلد. بالإضافة يعني رقم هدول عمليات يعني واقيات الشمس مقبول بتأمن حماية، ولكن مو كثير فعال، يعني ظل الأشعة فوقنا سدي أشعة خارقة. بالنسبة للمشورة وتعليم المريض، طبعا هاي النصائح بيوجهها أي طبيب إلى المرضى والمراجعين أو المستفيدين، بيوجهوا لهم معلومات عامة وشوفوا إيش في عندهم أعراض، مثلا نقص كالسيوم، نقص حديد، نقص صوديوم، نحن لازم نكون اطلاع وين هدول موجودات، نشجعهم أول شيء على تعويضهم من الطبيعة، وبعدين في أدوية بسيطة بترمم لهم إياهم. بعد بعده كابتن بعده نازل ممارسة الرياضة طبعا، يعني صراحة كثير حكوا في موضوع الرياضة، ويعني ما في شك مشي يوميا لمدة نصف ساعة بتقوي عضلات الجسم وبتخليك بتضبط مستويات الشحوم والكوليسترول، طبعا معظم عنده فكرة إنه الرياضة كثير مهمة وخاصة الصباحية. يعني بعد 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 طبعا الموضوع نصائح عامة تقروه ما في مشكلة، بعد هذا الموضوع بسيط. بعد 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 هاي يعني كلياتها بتقرؤوها مثلا بقايا الاختلاطات، شغلات بسيطة. تفضل بعده بعد بعد صحة الأسنان طبعا كمان طلع عليها. هو انا الجيم بالنسبة عن لل صحة المسنين إيه يعني هو النظام نظام إيه الحفاظ على صحة المسنين، إيه قصدي هدوك إنه يعني بس قراءة بتقرأوهن ويعني أمور كلياتها واضحة، ما ضل شيء يعني مهم. طبعا بالتعريف إحنا قلنا هذه بتوع البالغين 21 65، مسنين إنه العمر فوق 65. طبعا بالغرب كونه صار في عندهم هاي الفئة كثير، يعني أكثر من فئة الأطفال، صار عندهم مثل ما عندنا إحنا طب أطفال، صار عندهم طب مسنين. تمام، صار في عندك اختصاص في أوروبا كونها القارة العجوز، صار عندك طب مسنين فصاروا يختصوا فيها وصاروا يعني يركزوا عليها، والأمراض اللي بتصيبهم مثلا القرحات خشخشات شلون بنغيرهم شلون بننقلهم، يعني صار عندنا مهم. بس للأسف هذا عندنا الطب مو متطور يعني عندنا. بعده هذا الأمر مرينا عليه بالمحاضرة الأولى والثانية من ناحية الوقايات الأولية وغيرها. هذا
بالنسبة للأمراض منتقلة بالجنس، هاي الاطلاع ما في مشكلة. هذا إيه هون مثلا نقول مثلا الأدوية الوقائية لا 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 طول بالك طول بالك، استدعنا الأدوية الوقائية. مشكلة شوية تأخير بيني وبينك، فما عم بعرف وين أوقف، فبس أعطيني تمام تمام الأدوية الأدوية. الوقائية في أمراض القلب الأوعية هون إيه هاي الأدوية الوقائية. هلا بقول لك مثلا في دراسة طلعت إنه الاستاتينات بتخفض من السي في دي. الاستاتينات بقول لك مثلا مهمة جماعة الخطورة العالية والأعمار أكثر من 75 تمام. بس طبعا احنا بنتمغنى خفض شحوم ثلاثي كوليسترول مشي نص ساعة في اليوم كافي. كانوا يقولوا التخفيض من سي بي تي ناخذ اسبرين مميدا. هلا الدراسات تقول لا لا تاخذ اسبرين حصرا للي عندهم سوابق احتشاء. قاربوا بين فعالية الاسبرين في منع الاحتشاءات وبين اذى للسبيل الهضمي. طبعا بنعرف اشياء السبب الاخرى حل المعدي هو الاسبرين، حتى الانتقاء بالقرح الاسبرين. نعم خالصين كابتن، هذا قاعدة ثانوية بسيطة إن شاء الله. خالصين ما في شيء يا شباب مو مفهوم يعني بباقي المحاضرة، إنما هي عبارة عن اطلاعات وأرقام لازم راح يكون عنده يعني فكرة عنها. عرفت كيف؟ ما راح يجي يكون رقم هيك بذاته، ولكن مثلا نحن اليوم لما نقول مثلا اختبار السمع عند الأطفال أو المسح السمعي عند الأطفال، ما أقول يجي واحد يقول لي مثلا لعمر 10 سنوات، خلاص أكيد هو بعمر مثلا سنة أو سنتين هيك. يعني لازم الواحد يكون عنده فكرة عنه. مثلا تحري أورام القولون، ما معقول يجي يقول لي بنتحراها مثلا بعمر 30 سنة، لا خاصة جماعة ما عندهم خطورة عالية. خلاص تحري أورام القولون أصلا مثلا فوق 50، سرطانات الرئة مثلا 50 فما فوق، أو الحد الأدنى هو 30 سنة تدخين. تحري مثلا أمراض إيمت نتحرر مع شيء اضطرابات الشحوم، اضطرابات البداني، مثلا بي ام اي، بي ام اي مثلا بادي ماس اندكس. عندكم فكرة عن البادي ماس اندكس دكتور اسماعيل؟ ايه حكيم، نعم عدت معنا بالكيمياء الحيوية، هو مقياس البي ام اي عدى معنا ايه البي ام اي مثلا، نحن مثلا هذا المشعر البداني لما بيكون عندنا مثلا واحد بيطلع عنده المشعر البداني مثلا 30 35 بنحلل له الشحوم. نعم ولو كان عمره قليل. اختبار المسح عندهم بشكل عشوائي مثلا بعمر 12 سنة 13 سنة، مشان اذا كان عنده ارتفاع بال دي ال مباشر نعالجه. مثلا ذوي الخطورة العالية لازم نعرف انه هو بعمر 3 سنوات. هاي الامر هاي هي الشغلات المهمة. عرفتوا شلون بهاي المحاضرة؟ وانه طبيب الاسرة مثل ما قلنا كمان بيعطي له دور في التوجيه، والوقاية الاولية بتخفض تكاليف على الحكومات. بالنسبة لنا قلنا هذا هاي المحاضرة بدنا نحكي عن موضوع السيري. اش بعدين اعتمدته؟ فرنسي لأمريكا مجيب لكم. على حكيم، عفوا تسمح لي احكي. يعني هلا اذا تفضل. كان والله المطلوب نفسه انه مطلوب كتاب كامل وكذا، لا خليه اتمته، لكن انت ممكن قايل الزميله اسيا وكذا انه ممكن تحدد لنا فقرات مهمه يعني، او فقرات تجيب منها، فما بعرف ايش ترتيبه. لو هيك تفضل تشرح لنا اكثر عن الموضوع على بنى هلا هالشيء بقرر. مثل اليوم مثلا خلال المحاضرة مثلا حكينا عن فقرتين مهمات أو ثلاثة. فإذا الفرنسي أكيد بيجي من هدول الفقرتين أو ثلاثة. أما أمريكي هلا بنعملكم أمريكي أكيد نجيبكم 70 سؤال، فالأسئلة راح تشمل معظم المقرر أصلا مع التركيز على شغلات الهم. يعني حتى مع ذلك والله أمريكي أريح دكتور، إنه ولك يعني التصليح وبالدراسة. انا والله ما عندي مانع. يعني انا بالعكس اذا بدنا نجي نحكي انا هو اتعب علي الفرنسي، انا بتعب اكثر.
أمريكي أسهل علينا وعليكم، خلاص توكل على الله أمريكي. خلاص عساها خير إن شاء الله حكيم. إيه نعم، بس الأمر يعني قلت لك الأمريكي خلينا نقول مثلا خلينا تجي مثلا نسبة 70% أو 80% من الأسئلة من فقرات الهامي. ليش؟ يعني طبعا نحن عم نحدد هامي لأنه هي فعلا هامي بالحياة العملية اللي نحن بنشوفها اليومية الطبية. أما هدول الأمور هامات بس يعني مو بنفس الدرجة، فبيجي من 20% من الأسئلة. تماما حكيم، حتى هو المقرر فيه كتير فقرات يعني فيه سوالف وصف حكي، يعني أنت تلقائيا يعني أنت أكيد ما بتصف فينا تجيب لنا منهم أسئلة، نحن بنعرف يعني. هو هيك طبعا نحن الهدف من الأسئلة هو تعجيزي طبعا للطلاب أو هيك يعني تنزيل معدلاتهم، لكن هاي مادة لازم تكون مادة معدل والناس لازم يعني تاخذ فيها علامة كويسة وتدرس شغلات تستفيد منها. عسى ولا إن شاء الله. إن شاء الله يا رب، إن شاء الله. يلا بالنسبة حياكم للجلسة الله. الجاي حكيم، إمتى بتحب تكون؟ الأحد الجاي هلا ولا بتحب جلسة نهاية الأسبوع ولا كيف؟ صراحة يعني أنا بدي أعطيكم 3 محاضرات فقط الباقيات عشان ما نضخم لكم المنهاج، احنا اختار لكم 3 محاضرات أخريات وبس. ممتاز حكيم، حياكم الله يجزاك الخير. أهلا وسهلا بكم. 3 محاضرات تاليات فقط يعني راح نوقف في نهاية شهر 12 خالصين إن شاء الله، بإذن الله ونشوفكم في الامتحان بإذن الله تعالى. إن شاء الله. حياكم الله. توصوا شيء يا جماعة. الله الله يجزاك يعطيك العافية حكيم، ما قصرت والله. يا الله، الله يسلمك. والسلام عليكم. باي، يا ربي، أمان الله. سلام.